السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموعة من أطقم الشاي والجاتو بإذن الله عليهم عرض لمدة أسبوع بسعر ما حصلش، سعر في منتهى الجمال فعلا. وحتى العرض مش على أي كلام، لا ده على خامة تتفوق عن أي منتج تاني، خامة البورسلين درجة عالية جدا جدا من نقائها، شغل زي الفل بجد، شيك جدا جدا فوق ما تتوقعوا. والسعر بإذن الله هيكون في متناول الجميع. وهنبدأ شرح المنتج بوضوح. معانا 10 موديلات من أطقم الشاي كلهم أحسن من بعض، وهنبدأ نستعرضه قطعة قطعة ونشوفه. بسم الله توكلنا على الله. ده أول موديل قدامنا أهون، الموديل بينطق لوحده فعلا، شياكة شياكة شياكة. الطقم قلنا 25 قطعة، لو ما عدناش الغطا بتاع السكرية والغطا بتاع البراد الطقم ده هيعتبر 23 قطعة. ده موديل تاني للطقم، شايفين الشياكة، شغل بصراحة خطير جد. يعني الوردة اللي على البراد وعلى الطبق، كل الشغل بتاع الطقم عموما، الشغل اللي عليه 3D تحفة فعلا فنية. طقم آخر شياكة بجد، شايفين جماله. انا طبعا هقول لكم العرض على الطقم هيكون كام. العرض على الطقم اللي احنا شايفينه ده، شوف الجمال بتاعه، شايفين جمال الفنجان، وعلى فكرة خفيف جدا. قدامنا الختم بتاعه اهون، تمام. طقم اخر شياكة، شايفين شياكة الطبق. الطقم ده يساوي كام في نظركم انتم مع شياكته؟ يعني عندنا بيبقى 6 طبق جاتو، وطبق الفطيرة ده بيكون عدده 1، وعندنا بيكون البراد ولبانية وسكرية، و6 طبق للفنجان مع 6 فنجان مع شيالة الجاتو كمان. يعني طقم مميز جدا. توقعوا انتوا كده السعر هيكون فين، او بمعنى صح السعر هيكون بكام لحد نهاية الفيديو، انا هقول لكم السعر هيكون كام ان شاء الله. ومعانا برضو الموديل ده، الوانات كلها مبهرة جدا جدا، اخر شياكة فعلا. شايفين الاطباق، زي ما احنا قلنا التكوين بيكون 6 طبق جاتو، زي ما احنا شايفين كده 6 فنجان. قدامنا الفنجان اهون بيكون عدده 6 قطع، ده الرسمة بتاعته اهون قدامنا، شيك جدا فوق ما تتوقعوا. هنا الطبق معانا اهو، طبق طبق الفنجان طبعا بيكون 6 قطع في الطقم، ومعانا بيكون البراد. طبعا الرسمة بيكون من الجنبين، يعني عندنا الرسمة، هلف البراد برضو عشان نشوفها من الجنب التاني اهو، الرسمة من الجهتين، تمام. معانا طبق الجاتو كبير اهو، بيكون قطعة واحدة في الطقم، والستة تحت منه في المقاس، و6 طبق للفنجان، والفنجان بيكون 6 قطع برضو، بيكون معانا شيالة الجاتو. الطقم ده في منتهى الشياكة برضو. نشوف الطقم اللي بعده، معانا الطقم ده اهون برضو، ده موديل رقم 3 كمان اهو، شيالة الجاتو او شيالة التورتة. ده البراد، الشغل اللي عليه اهون، الوان مبهجة جدا، وبالاضافة ان معانا لبانية وسكرية، بس انا مش حطاهم في العرض. ده شكل الفنجان اهون، بيكون 6 قطع. ده شكل الطبق، شايفين هدوء الاعصاب. ده طبق الجاتو، بيكون 6 قطع في الطقم قدامنا اهو. وبيبقى معانا طبق الفطيرة الكبير، بيكون قطعة في الطقم. يعني اجمالي الطقم ده لو عدانا الغطا، بلاش نعد الغطيان، يبقى 23 قطعة، لو بالغطيان يبقى 25 قطعة. الخامة قلنا خفيفة جدا، شايفين الرسمة اللي عليه، شيك جدا فوق ما تتوقعوا. نبدأ نشوف باقي المكونات برضو او باقي الموديلات. ده موديل كمان اهو، الشكل قدامنا اهون، الفنجان 6 قطع فنجان، بسم الله ما شاء الله، الشغل كله فخم جدا. ده رسمة طبق الفنجان اهون، بيكون 6 قطع. ده طبق الجاتو، بيكون 6 قطع برضو. طبق الفطيرة الكبير بيكون قطعة. معانا البراد اهون، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر.
يا ترى توقعتوا السعر يا جماعة ولا لسه؟ انتظروا في نهاية الفيديو هنقول لكم سعر العرض، سعر فعلا في منتهى الجمال. ده موديل كمان اهو، موديل الهادي جدا، الوان رقيقة في منتهى الشياكة، حاجة كده واو واو خطيرة. هنا طبق الفنجان، زي ما احنا عارفين الطبق الفنجان بيكون 6، والفنجان برضو بيكون 6 قطع. معانا طبق الجاتو اهون 6 قطع، الطبق الاكبر بيكون قطعة واحدة. وطبعا البراد، شايفين الفراشة اللي على غطا البراد وطعمتها، شكل الموديل اهون. وزي ما احنا قلنا الشغل بيكون على البراد داير ما يدور، يعني على الجنبين. احنا شفنا البراد اهو برضو، هنا في فراشة، والجنب التاني على غطا فيه الوردة، ووردة على الجنب من تحت. بس كل ده 3D، شغل عالي جدا. هنشوف باقي الموديلات. هنا البراد ده موديل كمان اهو، ده شكل البراد اهو، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، يعني حاجة كده خطيرة بجد. طبعا معانا لبانية وسكرية برضو، شيالة الجاتو او التورتة بيكون قطعة. معانا 6 عدد 6 فنجان، وعدد 6 طبق للفنجان، عدد 6 طبق جاتو، وعدد 1 قطعة جاتو كبير او تورتاية. ده موديل كمان اهو، زي ما احنا قلنا شيالة التورتة، 6 فنجان للشاي داير ما يدور اهو. حاول ان انا اجيب لكم شغله وداير ما يدور شياكته اهو. و6 طبق للفنجان، 6 طبق جاتو، وطبق الفطيرة الكبير اهو، والبراد. معانا موديل كمان اهو، تمام. موديلات كتير، كلها احلى من بعضها جد، يعني حاجة خرافة. ده نشيل ده كده نشوفها، شيالة التورتة اهي او الجاتو، تمام. ده الفنجان، حط الشيالة هنا كده، الفنجان اهو معانا. شايفين الشغل اللي عليه رقيق في منتهى الرقة بجد. ده طبق الفنجان بيكون 6 قطع، وده طبق الجاتو 6 قطع ايضا، وهنا طبق الفطيرة او طبق السرفيس المدور الكبير بيكون قطعة واحدة. هنا البراد اهو، شغل البراد اهو، الوردة 3D عليه، شغل خطير، حاجة في منتهى الرقة كده والشياكة جد. تمام. وقلنا الطقم برضو الاسود معانا برضو اهو، كله احلى من بعضه، كله داخل العرض اهو. كده تصوير جماعي لكل المجموعة. والعرض يا جماعة الطقم ده سعره في العرض ب1250 جنيه فقط لا غير. الطقم ده في العرض ب1250 جنيه يا جماعة فقط لا غير، مش هنقول اكتر من كده. اللي يلحقه هيكون من نصيبه. الطقم ده خفيف جدا جدا جدا، خامة البورسلين بتاعته عالية جدا جدا، اخر شياكة فعلا. الطقم يا جماعة في العرض ب1250 جنيه بدل 1650 جنيه. الطقم هتوفري فيه، شوفي التوفير هيكون 400 جنيه. الطقم ب1250 جنيه فقط لا غير، مع خامة فوق ما تتوقعي من جودة الخامة، شياكة جدا، حاجة كده في منتهى الشياكة، طقم شاي.